نرحب بيكي، نقول لك مبروك على حاره العوالم. كلميني بقى عن مشاركتك في هذا العمل. الله يبارك فيك يا حسين، منورين الدنيا ومنورين في المسرح. ربنا يخليك، وكل سنه وانتم طيبين على فكره، عشان العيد طبعا. كل سنه وانتم طيبين، مشاركتك بخير يا رب. حاره العوالم مسرحيه حلوه قوي، فيها غنى وفيها رقص وفيها كوميديا جامده جدا، فلازم تشوفوها، ما ينفعش ان انا احكي عنها. فلازم تشوفوها يعني. ده بشكل عام عن المسرحيه، شخصيتك بتقدمي مثلا في استعراض ليكي معين، في مثلا في كوميديا بتقدميها، مثلا بتغني بترقصي، كلمينا عن شخصيتك انت. لا انا ما بغنيش وما برقصش في المسرحيه، بس انا طالعه اخت نواعم اللي هي مدام فيفي عبده، بنت في كليه اداب، ومش هحكي، مش طبعا مش هحرق الدور يعني، يكفي ان انا اللي انا قلته لك ده كفايه قوي، عشان هيقتلوني لو قلت اكتر من كده. بس احنا بنقول يعني، بما معناه ان مش معنى ان حاره العوالم اسمها حاره العوالم يعني كل اللي فيها فنانين وموسيقيين وبس، لا، فيها برضه مثقفين، وفيها شارع زي اي شارع في الدنيا، في جدعنه وفي ولاد البلد، وفي يعني في حاجات حلوه قوي. فمش معنى كده ان ده ملوش علاقه يعني بالاسم الموضوع. فبس بس ان شاء الله طبعا ازود لك في الموضوع عشان تقعدوا تتفرجوا. بشكل عام انت قدمت اعمال مميزه جدا في الدراما التلفزيونيه، كلميني ايه الصعوبه، الفرق بين المسرح او التلفزيون، في ايه اصعب؟ لا 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 يا جماعه، والله المسرح مرعب، جميل قوي، انا بموت فيه، وحاجه جميله وتجربه يعني جامده جدا، انا مبسوطه بيها جدا، بس انا مرعوبه، عايزه اقول لك رعب غير طبيعي، وغير غير الفيديو خالص يعني. الفيديو بتبقى حاسس برهبه، بس مش زي رهبه المسرح، مش زي مقابلتك مع الجمهور، ده شيء مرعب. على قد ما انت بتتبسط قوي، وعلى قد ما انت بتلاقي الدنيا لطيفه وعارف وبيسقفوا لك وكده، بس في الاخر انت مرعوب طول الوقت. بتحبي تدخلي انت في الحاجات المرعبه، الحاجات الصعبه؟ لا، المسرح، اصل المسرح ده ما يتقالوش لا يعني، المسرح ده ابو الفنون، ما فيهاش هزار. وبعدين المسرح ده مدرسه لوحده يا حسين، يعني انت متخيل يعني، غير بقى الفيديو، غير اي حاجه ثانيه يعني، المسرح حاجه ثانيه. الكواليس بشكل عام بينك وبين الفنان في عبد غير البيت بقى؟ لا طبعا خالص، هي هنا طبعا استاذه فيفي، هناك في البيت ماما، بس هنا لا طبعا. بس كواليس حلوه وجميله، وهي طبعا دماغها خفيف، فعملنا سعاده في الكواليس كلها. عايزينك بقى تقولي كلمه للجمهور ان هم يجوا يشوفوا حاره العوالم، وكلمه للعيد بشكل عام. اوكي، بقول للساده المشاهدين، كل سنه وحضراتكم طيبين وعيد سعيد عليكم، وبتمنى ان انتوا تيجوا تنورونا وتشرفونا في مسرحيه حاره العوالم، هتتبسطوا جدا على فكره. فيا ريت، بس احنا مستنيينكم، ويا ريت ما تاخروش علينا، لازم تيجوا بقى تقولوا لنا رايكم ايه، واحنا بجد بجد المسرحيه تعجبكم، احنا عاملين مجهود فيها فظيع، فان شاء الله نشوفكم على خير وتنوروا الدنيا كلها. ميرسي، كل سنه وانتم طيبين.